السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في شرح جديد من دورة Moment.js. سأتطرق في هذا الفيديو إن شاء الله إلى شرح الكويري التي تقدمها لنا هذه المكتبة. لدينا أول كويري وهو is before، أي هل هذا التاريخ يقع قبل تاريخ معين أم لا، أي كأننا نقوم بالتحقق. لدينا هذا المثال الموجود هنا. إذن هنا لدينا متغير is before، ثم لدينا هنا moment لم نقم بتمرير أي شيء. إذن نحن نتكلم عن التوقيت الحالي، هل هو يقع قبل هذا التوقيت أم لا؟ 2020 نقوم بها التجربة. إذن سوف ترجع لنا true. لماذا؟ لأننا لم نصل بعد إلى هذا التاريخ. ولدينا أيضا هذه الصيغة هنا. هنا نقوم أيضا بعمل check، هل هذا التاريخ الموجود هنا قبل هذا التاريخ الموجود هنا، لكن هنا نقارن حسب عدد السنوات، يعني يقوم بالنظر إلى السنوات. هنا سوف يرجع لنا false، كما نلاحظ false. لكن لو قمنا بحذف هذه الير هنا، الآن هذا التاريخ يقع قبل هذا التاريخ، إذن هنا سيكون لدينا true كما لاحظتم. وطبعا يمكننا الير، المونث، او الدي، او حتى الساعات، لا مشكلة. لدينا هنا is same، هل هو نفس الوقت ام لا. اذا لدينا هذا التاريخ الموجود هنا، هل هو نفسه هذا الموجود هنا؟ طبعا لا، false، نفس المبدأ. هنا نستطيع المقارنة مثلا عن طريق المنث، هنا المنث نفسه، إذا سوف يعطينا true. الير أيضا سوف يعطينا true. أما الداي فسوف يعطينا false كما لاحظت. لدينا is between، يعني هل هذا التوقيت هل يقع بين هذين الزمنين، الزمن الأول والزمن الثاني. إذا هذا الزمن طبعا يقع بين هذين الزمنين، إذا سوف يرجع لنا true بهذا الشكل. وهنا أيضا نقوم نفس الشيء، نستطيع أن نقارن يعني بين السنوات أو الأشهر أو الأيام. إذا هنا 2010 طبعا تقع بين 2009 و 2012، إذا الناتج سيكون true. ولدينا أيضا is after and is same or before، is same or after، لم أقم بشرحهم. لماذا؟ لأنه نفس المبدأ. فقط اذهب إلى الموقع الرسمي ثم إلى الكويري، وهنا سوف تجد بعض الشرح. هذه is after، يعني نفس الأشياء التي شرحناها قبل قليل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح. نلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.